لأول مرة على الديك. على الديك بقفص الاتهام. كنت متهم بالترويج للرجعية، تشويه التاريخ السوري. لازم جاوب. طبعا. اخلع عنا بيت عتابات لك عمي. لك يا دمعي يحرق الوجنة تحرق. ولكن يا هل ترى يا عاصي او يا وليد او يا رابح يا ايمن يا ملحم يا معين يا ابو علي. لحل عن سماي بقبل غمازي. خلينا نوقف شوي شباب. نقطة ضعف حياة علي الديك. علي الديك المتهم مع رجا ورودولف، الأحد 10 لـ3 المساء على الـ LBCI والـ LDC.